السلام عليكم، وياكم أحمد في برنامج ويش يقول. وسؤال الحلقة اليوم: ويش أحلى طبخة في أول يوم في العيد؟ الله يعودنا وياكم، ولا تنسون تسوون لايك وشير وسبسكرايب وتفعلون جرس التنبيهات. فهمتون؟ فواكه، سمك أحلى، مشبوس هوامي وحسين صبخة في الغداء. ناس تحب اللحم، والله هامور تمام محموس وهو لديد عدل، كل شيء يعني حشو بطن ما أدري والله إيش. المهم غدا، يعني إنه خلاص فطرتون يوم العيد. فعافين يوم ما في غدا، أهم شيء غدا. شيء غدا يعني؟ أهم شيء. في مطعم لو في البيت؟ لا في البيت. أوكي، ما تروح مني. اخ حلو برياني اللحم. شكلك تحب اللحم. اموت في اللحم. غالي الحين؟ وش عاد، قبل ما يغلى تحبه، لو من غلي قمت تحبه؟ هذا اللحم الكل يحبه، غالي ورخيص الكل يحبه. استرالي؟ لا في الحين ما ياكلون استرالي، لازم هني بقر بحون يشترون. صومالي احلى؟ لا مو زين الصومالي. يوم العيد اللي هي طبخه العيد اسمها، شوف البرياني الصالونه قليل يعني، ازل شيء مشبوس. ايه بس عاد ويش ولحم سمك. عندي السمك. سمك يوم العيد؟ سمك هي افضل. السمك صار مشوي وما مشبوس، هذا افضل طبخه عندي. ناس يقولون احلى شيء عن اللحم يوم العيد. اللحم واجد فيه كوليسترول، بالنسبه لنا احنا اصلا ديره جزيره ونفضل الاسماك البحريه. زين السمك مال وين؟ اي ديره مال وين؟ بعد ستراوي ما له حل. صافي يعني؟ لا واجد اماكن سترس عندها، ومنطقه الشماليه بعد عندك واجد فيها مباحر. مال الدراز مو اوكي. دراز وين تبي شال بدا كامل المنطقه الشماليه أخذها من المحرق وانت جاي. يعني أحسن سمك مال سترة؟ لا مشهورة سترة بالصافي، وعندك تصوب مني صوب كرزة كامل شنعات مشهورة والجنم. نعيد عيد يو نو افتر رمضان، وات از فيفرت لانش اللي هو لانش؟ وي ميك لحم، لحم برياني. وش رايك في لغته؟ فواكه. الغداء فواكه. شهر رمضان فواكه. الغداء فواكه. اقول لحم؟ لا سمك، لانه فقير على المعده له ما ناكل. ثاني يوم يعني خلاص؟ لا بعد خفايف، لان اول اسبوع كله ثقيل. ثالث ثقيل؟ لا بعدين المعده تعودت وخرطها على قولتهم في كل شكل. اكيد 100%. سمك لحم دجاج؟ لا، لان طول اليوم في الشغل وتخربط من هذا شوي من هذا شوي من هذا شوي، بتروح للغداء ما بتاكل شيء. وش منك بناكل عيوش؟ ما نقدر ناكل عيوش لأن أوريدي المعدة ثقيلة، فما نقدر ناكل عيوش في أول أيام. فبعدين عقب يومين الثلاثة بتاكل عيوش. بتاكل عيوش صحهم وقول لهم ياكلون فواكه. الفواكه واجد زينة، وانصحكم بلوا السكر إلى الفواكه، بس على الألمون كيك لا تنسون تاكلون. هذا سكر ألمون كيك؟ لا بالعكس، سكر مالنا طبيعي. الغداء في بيت الوالد. وإيش الطبخة اللي تحب تاكلها؟ على الوالد اللي وفر لنا ما نشرب. يعني مو فواكه احتمال؟ أول شيء هاي القدوع، يعني الغداء بيكون قدوع هذا. تعال اللحم. الغداء الغداء بيكون لا يمكن سمك، مدام ستراوي فيها سمك. بحاري. بحاري وشعر لحم، بس يكون ثقيل على المعدة وأول يوم يعني الناس تفضر بي. والله أنا أشوف الناس كلها شبيه بحرين، يعني ناس يقولون ازيد شي البرياني يعني. ما ادري بس انا احب البحار. مندي لحم. اكيد مندي لحم. اكيد مو برياني؟ لا. هذا سؤال محير، لان انا بصراحه عاده مو انا اللي اختار، عاده زوجتي اللي تختار اللي اسوي انا اكله. احلى طبخه. زين يعني انا احب مشبوس الدجاج. زين ودات ابو مشبوس دجاج وما في مشبوس دجاج، قالوا لك ما في، وايش بتختار؟ برياني دجاج. اهم شيء دجاج. زين لحم يحبون لحم النار؟ اللحم هي في يوم العيد نفس ما قلت انت صح، انا نسيت سالفه اللحم. زين عاده برياني لحم هذا او مشبوس لحم؟ برياني لحم. سمك احلى؟ لا برياني، احنا شبعانين اهل ستره من السمك، احب برياني اللحم. شبعانين بس من الصافي؟ لا كل شيء موجود عندنا في ستره. يعني طبخه غير سمك دجاج لازم لحم؟ هو برياني لحم بس عندنا يعني صافي مقلي، هاي الاشياء المشويات موجوده. يعني ما تحسين ان الناس حبوا اللحم ازيد عقب ما غلي؟ اوه شوف كل ما يغلي الشيء الناس عليه، انت تشوف الشاي رفعوا سعره راحوا اشتروا، يعني الاشخاص او الناس عندهم كل ما ارتفع السعر يكون افضل، وهي عباره خاطئه يعني شيء خاطئ. الغداء في العيد يعني؟ لا في العيد شهر رمضان. اوكي والله ما ادري، عاده يعني مع انه عيد فالافضل نروح مطعم يعني ندلع روحنا. اول ايام العيد اغلب الناس ان يروحون عند الاهالي يتجمعون تجمعات بيت الجد بيت الجده وهيك يعني. زين يعني
يعني تروحون انتم مطعم؟ هي نروح مطعم ندلع روحنا. وانا اي مطعم؟ نعم شهر كامل نطبخ. اي مطعم هالسنه بروح ان شاء الله؟ اوه وايد في مطاعم حلوه. ان شاء الله مو غالي. لا مو غالي، كل مطاعم البحرين يعني مو غاليه. هالسنه كورونا بتروح مثل ما راح غيرها. مسؤول انت كبير في اوال قبل اتذكرك انا. مشبوس هوامي راح سيد طبخه في الغداء. الناس تحب اللحم. اللحم وش طبخه؟ اللحم، اللحم مو زين حق النقيس. الناس تحب تاكل لحم. ايه غوزي لحم احسن شي. غوزي لحم. انت تقول تحب السمك. نحب السمك، احنا نفضل السمك، بس اذا لما يجي لحم بعد لحم بعد زين. اي شيء اي شيء اي طبخه تجي من عند ام العيال اقبل بها. يعني ما تروح مطعم؟ لا لا لا، ما في مطاعم ولا في اي شيء، اهم شيء من ايد ام العيال. اكيد. حبيبي والله. احسن طبخه انا احبها، بس ذاك الحين النسوان وبعض الناس يقول لك زفر يوم العيد، مشبوس هامور. لكن لما ما في المشبوس الهامور بعد من احسن طبخه في البحرين وفي المعاريس وفي الاول في المواتم، لحم تحت العيش ما في عليها. ناس يقولون لحم تحت القدر. لحم تحت القدر عشان تحت القدر يحترق تحت الضوء يعني. لا لحم نفس له نفس الشيء. لا هو لحم تحت العيش في القدر، بس خلونه تحت داخل القدر تحت، ويعطون عليه الاول الو وطماطه وكان شوي كم لو النخج وهذا وما ادري بصل يحطونها، واللحمه نيه مو اللحمه بعد طابخينها فايحينها زينه، بس اول ويحطون العيش من فوق وخلي كل جمر تحت وجمر فوق، ده ما من الصبح يسوونها ما تنضج تاخذ راحتها الطبخه، مو مال بسرعه بسرعه بسرعه. لا اللحمه تجي تاكلها والريحه عليها هناك. المثل يقول عقب الوجبة الدسمة وشو؟ والله المثل يقول عقب الوجبة الدسمة زين، في كذا حاجة ناس تضرب حلواية سويت لكن في العيد، لكن عقب الوجبة الدسمة وعشان يرتاح وريح راسه شاي أحمر. عقب الوجبة الدسمة جيجارة بالعسل. لا أنا ما أشرب جيجارة هذا. لا 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 أنا بقولك شو واحد، أنا ما أشرب جيجارة، بس الأولين أبوي العود الله يرحمه سيد عبد الله، وأبوي يشرب جيجارة أنا حسن منصور، بس أبوي يعني من الأولين دلين يعني ما نخاف نسولف وياهم، بس سيد عبد الله يعني عادي ويانا يشرب النارجيلة. أقول أبوي العود كلها النارجيلة يعني يتحمل كلام الصغار، إحنا صغير اللي يقول هذه أحلى من العسل هو يشرب هذه أحلى من العسل. الله يرحمه ويعطيك العافية. 81 سنة متوفى الله يرحمه. تحن تتكلم عن العيد؟ إيه لا إن شاء الله بلغنا الله ووفقنا إن شاء الله ونفطر. أو أحلى طبخة تحب تأكلها في يوم العيد؟ كل شيء يجي من عند أم العيال أحلى. يعني أهم شيء أم العيال؟ إيه أهم شيء من أم العيال. لا أكل البيت ما في أفضل منه. يمكن تروحون المطعم أو أنت يمكن تسوي الغداء، لو بس أم العيال تسوي الغداء. لا إحنا خب بنساعدها يعني، ده في جماعة وبالأخص العائلة يتجمعون كل واحد يحط إيده يساعد يشيل بعضهم بعض. وأهم شيء أم العيال. أهم شيء أم الله يخلي أم العيال. الله يوفقكم إن شاء الله ويعطيكم الصحة والعافية. أم الناس كلها إن شاء الله. حياك الله. الله يخلي البحرين. ومشكورين على الغد. السمك طبعا. ناس يحبون اللحم لوين؟ لا أحب السمك لأن السمك خفيف ويعني مثل ما تقول من عقب اللحوم تأكل أسماك. يعطيك العافية. مشي يعطيك. حياكم الله. يعتمد على أي عيد؟ عيد الفطر المبارك. شوف عيد الفطر المبارك عادة في الغداء نحب يكون مثلا شلي مشبوس هامور، شغلات من زمان ما أكلناها. تعرف شهر رمضان طولة كله لحم دجاج لحم دجاج، السمك قليل في الوجبات. والهامور شيء أساسي لو عادي؟ مو شيء أساسي يعني، عادي تأكل خبية طبخة ثانية، بس تقول لي وش تحب تأكل في أول طبخة يعني أكل. يعني تفضل السمك. تفضل السمك. يعطيك العافية ومشكور وسامحنا أخذنا من وقتك 5 دقائق ما جاء حبيبي. السؤال يقول 1 شوال وش يصير في هذا اليوم؟ 1 شوال وش يصير في هذا اليوم؟ سيد رحم بالي. وش هاليوم 1 شوال وش هاليوم؟ رحم بالي الصراحة. عيد الفطر المبارك. ايه تعال صيك شي. كيف انا سيد صدق؟ انا الغداء صالونه السمك، بس ما اكل سمك. وش تاكل عجل؟ الصالونه والطماطه والالو. روح مطعم زين اول يوم العيد.
مطعم مو انا اكل واجد المطاعم. إيه بس ما تاكل سمك؟ اي لا بناكل اكل الصالونه ويا الالوله احسن شيء. كل سنه يعني صالون سمك؟ لا مو كل سنه، في العيد يسوون دجاج عاده يعني. بس انت قلت ايش طبختك المفضله؟ قلت لك صالونه سمك. صالونه سمك وانت ما تاكل سمك؟ ما احب السمك. يعطيك العافيه. والله مو تمام محموس هو جديد عدل. وانا من المطعم لو لا اسوي في البيت حلو. يلا سمع المطعم. اي مطعم هذه؟ بالعافيه عليك. الله يعافيك وخليك. تعزمنا ان شاء الله؟ ما تقول سيد امين غير تعزمنا انا وياه. بس يقول لك تعزم حجي، يقول لك يباك تعزمه انت. حياك تفضل. اول يوم في شهر شوال وش يكون هاليوم؟ والله ما شهر شوال، واحد شوال يصير. فكرت بتسألني عن رجب قلت لك الرغايب، بعد شوال ما ادري. شوال واحد شوال، واحد شوال وش هو هاليوم؟ مناسبة ما ادري طريقة ما ادري. عيد الفطر. ها عيد الفطر وايش الغداء اللي تحب تاكله في اول يوم عيد؟ والله انا كل شيء خير ونعمه عندي. كل شيء سمك ما تحماق لو لحم لو تجيب لي اي شيء اكل الحلاح كل شيء كل شيء يعني حشو بطن مو حشو بطن حشو بطن يقول يعطيك العافيه. الله يسلمك يا احمد. تفضل اللحم. وايش الطبخه؟ سواء كان تحت القدر او برياني او شيء، المهم لحم. يعني لحم صومالي ذبيحة كامل؟ يعني أذبح وأكل. يعطيك العافية. الله يعافيك. في عيد الفطر المبارك دائما أحب والله الأسماك والربيان المربين، هذه طبخات اللي تفوح منها رائحة البهار. رائحة الزفر. الحلوة. سمك. سمكي بس احنا نطير الزفر، عندنا بهارات الطير اللي ما يطير، فبنخليها عيد مليان بالطعم البحر. الله يوفقكم وعودكم ان شاء الله سنه وكل سنه ان شاء الله. مشبوس سمك. لو ايش سمك عاد؟ سمك لانه فيه فيتامين. زين الدجاج واللحم كذلك فيه الفيتامين والمقويات والكوليسترول الصحي. بعد هذا صحي اكثر من اللحم واكثر من الدجاج. والسمك وايش يكون نوعه؟ السمك الافضل انه يكون هامور لان هذا تقريبا رغبه العائله. المندي. مندي وايش؟ مندي وعندك المدفون بعد مال الرومانسية. يعني الرومانسية؟ ايه.